عقد مجلس النواب جلسته العادية 19 في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. وناقش مجلس النواب خلال جلسته الأسبوعية عددا من الموضوعات المهمة والمقترحات بقانون. جرى خلال جلسة مجلس النواب 19 توجيه مجموعة من الأسئلة لسعادة وزيرة الصحة حول عدد المستشفيات الخاصة التي تم الموافقة عليها لمزاولة العمل في مملكة البحرين، كما تم توجيه عدد من الأسئلة لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني. جاء من أبرز هذه الأسئلة نسبة وقيمة الفوائد التي يتحملها ويدفعها بنك الإسكان إلى البنوك والمؤسسات الأخرى، بالإضافة إلى توجيه سؤال حول قيام الوزارة بتنفيذ وحدات إسكانية خاصة لفئة ذوي العزيمة في كل مشروع إسكاني. بعدها انتقل المجلس إلى المقترحات بقانون، حيث تم طرح عدد من المقترحات التي تصب في صالح الشأن العام، والتي كان من أبرز هذه المقترحات مقترح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل. ويتضمن المقترح إرجاع المبالغ الممولة لبرنامج التقاعد الاختياري إلى صندوق التأمين ضد التعطل خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون. طبعا المقترح بقانون اليوم عن المبلغ اللي تم أخذه من هيئة التأمينات الاجتماعية، يعني من الحكومة، مبلغ 230 مليون دينار تم أخذه لدعم التقاعد الاختياري، يعني دعم اللي طلعوا تقاعد وأعطي بشكل إلى هيئة التأمين الاجتماعية. وهاي هو يعني جوهر الاقتراح. والحكومة طبعا نيتها أيضا مع استرداد المبلغ، وإحنا بس نذكرها أنه هذا المبلغ لازم يرجع. ناقش مجلس اليوم العمل على تقنين المبلغ المستقطع من صندوق التعطل كتمويل التقاعد الاختياري وأيضا دعم لمواجهة كورونا، ومؤخرا كان صندوق العمل تمكين كدين حكومي لصالح الصندوق التعطل. الهدف من هذا التعديل وقف المزيد من الاستقطاعات والمحافظة على استدامة الصندوق لصالح ما أسس له، وهو دعم العاطلين عن العمل وبرامج التعطل. كما انتقلت وقائع مناقشات الجلسة إلى الاقتراحات برقة، حيث نوقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تخفيض الرسوم البلدية المقررة على بعض الفئات التي ينطبق عليها مفهوم الأسرة البحرينية. تم مناقشة اليوم اقتراح برقبة بتخفيض الرسوم البلدية على مفهوم الأسرة البحرينية، ولا يخفى عليكم أن هذا الاقتراح يهدف فئة اللي حاليا ما تستحق ولا ما تحصل على تخفيض الرسوم، ألا وهي متعددة، يمكن 7 ولا 5 فئات من هذه. ونشكر صراحة وزارة البلديات على تعاونها في تقبل هذا المقترح وقبولها وموافقتها على المقترح، اللي راح يهدف الفئات اللي هي لا تندرج حاليا من ضمن الفئات المستحقة في تحت قانون البلديات، ونتمنى تطبيقها في القريب العاجل، لأن راح يهدف ويخدم فئة كبيرة من هذه الفئات، هما تقريبا 6 فئات. إلى ذلك استمرت الجلسة لمناقشة بند ما يستجد من أعمال، والذي تضمن عدة مقترحات مهمة من أبرزها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة بدعم الشركات والمصانع المحلية المهددة بالإفلاس حماية للاقتصاد الوطني، بالإضافة للاقتراح برغبة بشأن ضمان مجانية مواقف السيارات للمرضى من المواطنين في مجمع السلمانية الطبي وكافة المستشفيات والمراكز الصحية. وقرر المجلس الموافقة على المقترحات ورفعها إلى الحكومة. جملة من المقترحات بقانون نوقشت خلال جلسة مجلس النواب تصب في تحقيق المزيد من تطلعات واحتياجات المواطنين، وبما يسهم في الدفع بعجلة النمو والتطوير ويواكب التطلعات لحاضر ومستقبل أفضل للجميع. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.